من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بوصية الله عز وجل، حيث يقول تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان على ذلك قديرا. في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: أيها الناس، عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وعليكم بالطاعة والاستسلام والانقياد والتذلل أمامه والامتثال لأوامره، وإن كفرتم فإنكم لن تضروه شيئا، حيث جاء في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم توعد الله سبحانه وتعالى فقال: أيها الناس، عليكم أن تغتنموا أن الله سبحانه وتعالى أحياكم واستخلفكم في هذه الأرض ووهب لكم فرصة سانحة للتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى والشكر عليها والأعمال الصالحة، وإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فعلينا أن نتقيد بأحكام الله سبحانه وتعالى ونلتزم أوامره وننصر دينه، وإن أعرضنا وكفرنا فإن الله سبحانه وتعالى غني عنا. يقول: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. علينا أن نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بما في وسعنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على هذا الحبيب
قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة نبيك جميعا ولا سيما عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى رضي الله عنهم وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل بيت نبيك جميعا ولا سيما فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسطاه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعماه العباس والحمزة رضي الله تعالى عنهم جميعا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا وأغثنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المظلومين اللهم أغيثهم بغيثك الذي لا يتخلف اللهم ارحمهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عباد الله أوصيكم بالتقدير لهذا الشهر المبارك شهر رمضان والصيام في أيامه ونهاره والقيام في لياليه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصيام رمضان مكتوب علينا بالنص القرآني حيث قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة صفحے درست کر لیں صفحے سیدھی کر لیں أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة